السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كتتم للدروس اللي عطيت لكم ان شاء الله، عطيت لكم في الدرس الاول كورساج بالبنسات، في الدرس الثاني لكم بالبنسات، الدرس الثالث كورساج بدون بنسات، الان ان شاء الله الكم ديالو اللي هو الكم بدون بنسات. ونبدا على بركه الله. غادي نحتاجو ان شاء الله مستطيل، العرض ديالو هو دورة اليد زائد 10.5، والطول ديالو هو طول اليد. ونقادوه بهذا الشكل هذا. ثم غادي نحتاجو الوسط، هو اللي غادي يشكل لنا وسط الكم ديالنا. ثم غادي نحتاجو هنا الوسط، ثم غادي نحتاجو كل خط المرفق والخط المقابل للمرفق، واللي غادي نلقاوه بهذه الطريقه هذه دوره اليد زائد 10.5 مقسومه على 2، والخارج مقسوم على 2، والخارج نقص منه 1. وغادي نحطو الخارج هنا. وهنا يعني في الجهتين متساويتين، من هنا لهنا ومن هنا لهنا. الخطوط خاصها تكون متوازيه مع الكاميرا، بعض المرات تبدا تتبان مائله، انما هي متوازيه. هنا خط المرفق، هذا هو المرفق، وهنا خط المقابل المرفق وهو الخط الاملس ظهر المرفق. ثم غادي نلقاو ان شاء الله دابا هضبه الكم. خدينا خط المرفق ووسط المرفق من هنا لهنا ومن هنا لهنا، والان ان شاء الله هضبت الكم. بالنسبه لهضبت الكم فاحنا سنحتاج للقاعده التاليه: طول الكم مقسوم على 5 زائد 2. مثلا احنا عندنا هنايا طول الكم هو 59 سنتيم، قسمة على 5 زائد 2 أعطانا 14 سنتيم مثلا، ونحطوها هنا. بهذا الشكل هذا غادي ناخذ هذا الجزء هذا مقسوم على 2، وهذا الجزء هذا مقسوم على 2 ناقص 2، يعني من هنا لهنا نقصوا 2 ونديروا هذه النقطه هذه. غادي نلاقيو هذا الجزء مع هذا الجزء في الراس الوسط، هذا الجزء مع هذا الجزء، وغادي نقادو من هنا لهنا غنقسموا على 2 ونطلعوا ب 1.5، ومن هنا لهنا غادي نقسمو على 2 نفس الشيء نطلعو ب 1.5.
صافي نقادو القبه ديالنا بكامل البصل. من هنا لهنا نحاول دائما 2 سنتيم تكون مستقيمه. عفوا ثم بهذا الشكل هذا، ثم نكملوا بهذا الشكل قلبوا ونكملوا. ثم الجهه الاخرى في الاول تخدموا هكا، الثاني تخدموا هكا. صافي وها هو الكم ديالنا الاساسي باين. تنتمنى ان الشرح ديالي ينال الرضا ديالكم والاستحسان ديالكم، وانكم تطبقوا هذا الكم هذا والكورساج ديالو اللي هو رائع ورائع جدا، واللي غادي نعطيكم ان شاء الله فيه تغييرات كثيره. اي واحد بغى يتبع معايا تنتمنى انه يتقن هاد الاجزاء هذه، باش الاجزاء اخرى تجي غادي تجي سهله وسهله جدا، حيت هادو هما اللي صعب، الباقي سهل وسهل جدا. الى عرفتوا هذا الشيء فالباقي غادي يكون سهل، وانا على يقين انكم ممكن تقادوا جميع الملابس ديالكم، وغادي نعطيكم جميع انواع الاكمام ان شاء الله، جميع انواع الكول، وكيفاش تطبقوهم بطريقه احترافيه اللي تستحق نطبقوه على الثوب ان شاء الله. غادي نطبقوه على الثوب واللي ما عندناش نضيعوا فيه الوقت، فما غاديش نضيعوا فيه الوقت، وتبقى الطلبات ديالكم هي سيده الموقف، وهي اللي غادي تقودني لاش تحتاجوه، وشنو اللي تيجيكم صعيب وشنو اللي تيجيكم سهل سولوا، فالسؤال ماشي عيب، فانا هنا باش نجاوب على الاسئله ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال ساندوني المسانده ديالكم هي الاشتراك، اللايك، التعليق، ليصلكم كل جديد كبسوا زر الجرس اللي هو بجانب زر الاشتراك. بغيتوا تتواصلوا معايا عبر جروب الفيسبوك وتحطوا بعض الموديلات اللي كان في الاستطاعه ديالي انني نقوم بتشريح ديالها. كاين بعض الموديلات تنتعطل لانني خاصني نشري القماش، تبغي بعض الحاجات اللي تتكون يعني استثنائيه فيها، ماشي سهل انني نطبقها ونوريها لكم. من طبيعه الحال الاسم ديال الفيسبوك ديالي يحمي النفس، اسم القناه خياطه وتريكو مع مونيا. العديد تيقولوا لي بانهم طلبوا الاضافه وما تقبلوش، لا طلبوا الاضافه واستناو واحد شويه غير على ما ندخل انني نقبلكم. فانا كنت حاطه الفيسبوك ديالي عام، ولكن لسبب ناس مخله بالاداب فانا خليته يعني خاص، وتنقبل اي واحد ما ان ادخل كل مرحب به من طبيعه الحال، وكل مرحب اشهارات ديالكم، اللي بغات تشهر القناه ديالها، اللي بغات تشهر اي حاجه ديالها الف مرحبا بكم. فالفيسبوك ديالي مني واليكم. اللي بغى يضيف شي واحد وعارفوا باللي قد المسؤوليه وباللي ان الفيسبوك ديالنا محترم، فالف مرحبا بالاضافات ديالكم كامله الى ورشات قادمه ان شاء الله. لا تنسوني من صالح الدعاء، ولكم بالمثل وافضل. السلام عليكم.